ومن جنيف تنضم إلي الكاتبة الصحفية دينا أبي صعب، الكاتبة المعتمدة لدى أو الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة. أستاذة دينا أهلا بك، يعني حضرت الجلسة اليوم، أولا ما هي مشاهداتك وتعليقاتك عليها؟ نعم، هذه الجلسة ما زالت مستمرة في هذه الأثناء، كانت جلسة يعني غنية بالمواقف. هناك مواقف صدرت عن الأمم المتحدة نفسها على لسان المفوض السامي زيد بن رعد الحسين، وطبعا الكلمات التي توالت وتتالت بدءا بكلمة فلسطين، ومن ثم المجموعات العربية والإفريقية والإسلامية والإفريقية وغيرها، كلها أيدت مشروع قرار إطلاق لجنة تحقيق خاصة بالأحداث الأخيرة في غزة، والتحقيق الذي يفترض أن يجري تبعا لنص مسودة القرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومتابعة مجلس حقوق الإنسان. إذا هناك شبه إجماع أو بنسبة كبيرة لنكن أكثر تدقيقا حول إطلاق هذه اللجنة. طبعا المعترضين الأساسيين على هذا المشروع هما إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. تقول إسرائيل خلال الكلمة أن يعني تتهم حماس ب تجيش الشارع الفلسطيني الغزاوي، وهذا ما تسبب بالأحداث الأخيرة، معتبرة أنها بريئة من دم عشرات الفلسطينيين الذين سقطوا داخل غزة وهم من الفلسطينيين العزل حسب زيد بن رعد الحسين. كل من سقط في غزة في الأحداث الأخيرة كان أعزلا من دون سلاح، لم تستخدم خلال التظاهرات أي أسلحة قاتلة أو لم يطلق أي أعيرة نارية. هناك إصابة وحيدة ذكرها المفوض الثاني، إصابة بحجر لجندي إسرائيلي. إذن هناك تفاوت في القوة وتفاوت في استخدامات في الأسلحة المستخدمة من جهة الفلسطينيين. لا أسلحة، هناك فقط أدوات استخدموها يعني كرشة الحجارة مثلا، في حين وجهت سلطات الاحتلال والجيش الإسرائيلي الأعيرة الحية النارية والغازات المسيلة للدموع وعدد من الأسلحة المحرمة دوليا في مواجهة أعداد المدنيين الذين كانوا حاضرين على الأرض. يقول المفوض الثاني في كلمته أن المتظاهرين ومعظمهم من صغار السن وبينهم أطفال أيضا، قضوا كل حياتهم داخل الحصار في منطقة في قطاع غزة. هذا القطاع المحاصر ليس فقط بالنار إنما أيضا بسوء الخدمات على أشكالها، صحية وطبية ولا مقومات للحياة بشكل إنساني طبيعي. كل هذا الضغط على الغزيين أثر أو أنتج على الأرض تحركا سلميا ووجه بقوة السلاح. طبعا الحل بالنسبة للمنظمة الإنسانية هو تشكيل هذه اللجنة لإجراء تحقيق عادل وتحقيق يعني بعيد عن الضغوط السياسية يخرج نتائج يعني واضحة وصريحة، ويتهم ويوجه اتهامات واضحة أيضا للأطراف المتورطة. طبعا هو اتهم الجانب الإسرائيلي بشكل خاص. بالنسبة للمندوب الفلسطيني أشار إلى نقطة هامة، قال إذا كان الفلسطينيون يعني تسببوا بأي انتهاكات للقانون الدولي نحن مستعدون لمواجهة أي عقبات. طيب. لهذه القرار، ولكن على أن يتم التعامل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بدون أي انحياز وبمساواة تامة تحت قانون إنساني ودولي واضح وصريح لا يميز بين ضحية وجلاد. طيب أستاذة دينا، يعني ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه اللجنة أو تسفر عنه مثل هذه الجلسة؟ يعني هل هناك إجراء فاعل على المستوى الدولي أم أنها فقط لجنة كاشفة للحقائق؟ في المرحلة الأولى نحن ننتظر التصويت الذي سيتم في فترة ما بعد الظهر، بعد يعني نحو ساعتين من الآن تظهر لدينا المعالم النهائية لهذه الجلسة التي قد تستمر للمساء، لا نعلم بعد. هناك بعض الاعتراضات البسيطة من قبل الكتلة الأوروبية، مثلا بعض الدول الأوروبية، حول عدم إدراج حماس كطرف محرض على الأحداث الأخيرة في غزة. هذه النقطة طرحت خلال هذه الجلسة.
ولكن بكل الأحوال التصويت على مشروع القرار سينتج طبعا للمواقف التي وردت حتى الآن، سينتج قرارا سيتم تبنيه من قبل مجلس حقوق الإنسان، وهذه إدانة رسمية ودولية وأممية للجانب الإسرائيلي على ارتكاب هذه، يعني هناك اعتراف دولي الآن، نحن أمام اعتراف دولي نادر في ضمن السياسات الدولية بالنسبة والضغوط الكبيرة على الملف الفلسطيني داخل الأمم المتحدة. سيكون هذا اعتراف دولي بمظلومية الشعب الفلسطيني وبضرورة التوصل ربما لإحقاق بعض الحقوق والتوصل أيضا إلى محاكمات عادلة كما تطالب الأمم المتحدة. بالنسبة لعمل اللجان، لجان التحقيق، هي تقوم بعمل إجرائي تحقق على الأرض، طبعا إذا سمحت إسرائيل لها الدخول، تحقق على الأرض بما حصل، ويعني عن طريق مقابلة شهود ومتابعة دقيقة لما يحصل على الأرض من كل الأطراف، السياسيين والأطراف الاجتماعية أيضا والمتضررين، وتصدر تقارير، يعني أيضا ستكون إدانة واضحة للجانب الإسرائيلي على هذه الانتهاكات الكبيرة، فيما طبعا لو تسنى لهذه اللجنة أن تتشكل وأن تتم عملها على الأرض بالشكل المطلوب. شكرا جزيلا لك دينا أبي صعب، الكاتبة الصحفية والصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وحدثتني من جنيف على الهواء مباشرة.